في سانحة مناخية واكبت بدء رمضان، فانساقت سلسة عزائم الصائمين. وفي وقت أخرجت فيه الأرض من صنوف بذرها ما ازدانت به الرفوف داخل الأسواق، وسعدت به الأسر خلال شهر الصيام والقيام. تعيش مدينة بوغي على أنغام هذا الشهر الفضيل، مستقبلة إياه بقلب منيب وبوجه بشوش. هنا في الشوارع القديمة للمدينة اكتنز المشهد بمعروضات حديثة عهد بالمزرعة. فعلى مقربة من ميدان هذا الحراك التجاري يمر النهر ويرسل أخاديده نحو المشاتل والمزارع. من بين المعروضات فواكه مما يشتهي الصائمون، ومن بينها كذلك حبوب وخضروات، إلى جانب البضائع والمؤن المطلوبة بوجه عام. نشاط يومي متواصل وازدحام بين الباعة والمشترين، يعبر هذا وذاك عن وفرة واكبت شهر الخير والبركة. لكن لبوغي شأن عظيم آخر تمثل في الإحياء وفي الإحسان. هنا قلب مدينة بوغي، وهنا زاوية الشيخ عبد الله جا، وبمناسبة شهر الرحمة والرضوان هنا يحدث الإحياء والإحسان من الصباح إلى الرواح. تتوالى الفقرات من مجتمع خاشع في الحلقات إلى من أخذ المصحف وقت التلاوات، هذا فضلا عن الصلوات المكتوبات والتراويح والرواتب المعلومات. وإلى جانب هذا وذاك يوزع الإنفاق وتخرج الصدقات، ويفطر الغريب وابن السبيل ومن أقام في هذه الدار في جميع الأوقات. هنا مركز خير متكامل يفد إليه الراغبون من كل حدب وصوب، جاءوا من قريب وأتوا من بعيد، ولكل وجهة هو موليها. منهم طلبة العلم الذين جاءوا من أجل الدراسة والتحصيل، ومنهم الذاكرون المحبون لحلق الذكر وترديد المدايح النبوية، ومن بينهم مغتربون وجدوا في هذا المكان منزلا مباركا. تتجدد محطات اليوم الواحد في برنامج هذه الزاوية، وتكثف نشاطها في موسم رمضان. في هذه الزاوية يوميا بالعبادات الصلوات الخمس، ونذكر هنا الورد الوظيفة، وكذلك نقرأ الدروس. وهذه الدروس كان الشيخ الوالد الشيخ عبد الله جاء هو الذي كان يؤدي هذه الدروس. هناك نصيحة كهذه ونحن جعلناها برنامج لنا، ويقول أيها الصحب عظموا رمضان وليكن عندكم مصونا مصانا، فرقوا بينه وبين غيره إذ به الحق نزل الفرقان، روحوا الروح بالتراويح ليلا والضحى فيه فاقرأوا القرآن، ولتحدث عن النبي مساء بحديث يجدد الإيمان. وفي ساحة مشاورة تنظم دروس العلم، فتتنوع تنوع التفسير والحديث والفقه والتصوف. لهذا الدرس اليومي طلابه الذين لا يتخلفون، وللشيخ منهج تربوي ومقررات معلومة. هذا الذكر دائما صباح مساء، دائما اذكر الله في جميع أحوالكم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى الذي قال لنا اذكر الله ذكرا كثيرا، لذلك لا يمكن أن نصل إلى هذا الحد الذي أمر الله تبارك وتعالى، ولكن نحن دائما كما ربنا الشيخ وهكذا فقط على الذكر. لا إله إلا الله.
بعد الدروس والمذاكرات تنعقد حلق الذكر والابتهالات، وينتظم فيها الجميع متبتلين وخاشعين. رتبة ليس اللسان لا إله إلا الله، فهو مختار البرايا. اليوم تكون الأوراد بحضرة الشيخ وبحضور الجميع من المريدين قاطن الزاوية وغيرهم من الوافدين. لكن وقت الإفطار قد اقترب، وقد أعدت له الأستاذة ماريتو ابنة الشيخ عدته الكاملة. ففي الصباح الباكر أحضرت بعض الذبائح، وكلف فريق آخر بالإعداد والإطعام وقت الإفطار. هذه محضة الشيخ عبد الله جاء، ودورت أدراف أكثر من تقريبا 100، نقول 100 الآن، غير بعد ما هو بعيد من ذاك، من تلاميذ اللي يقرأوا وتربى وجايين ملي من جهات كاملين، بهم موريتانيين وسنغاليين وغينيين وماليين وذا كاملهم، وما شاء الله أسرة لا لذا حال، وقابلنا لا نحن، لا نحن والقوت، جزاهم الله خيرا واللي عاونونا في هذا، وتعاونين ود رمضان واللي عنده خصوصية، وركا قبضنا أوداش 160، قبضنا معاه خمس قياس من الديوك، نحاولوا بارك كان يوفي لنا بعض الأسبوع الأول وذاك التالبوم واللي كان يوفي ما شاء الله. ونين عدلوهم واللي نجي أنا ماني ساكنة، هم منتهم هم غير ماني هم، ونجي سنوزع لهم ذاك التوزيع كانهم تم يجبروا شيء يعدلوا به الفطور. لقده وحده، لقده وحده، ونسلوا ذاك لقنا من صغير ولا الحوت ذاك يعدلوا منه لقده يغير الفطور، ونحاول نعدلوا لهم بعض ذاك اللي تعدل الناس. تقدم وجبة الإفطار لكل مجموعة على حدة في مشهد من الكرم والإنفاق، انسجاما مع روح الشهر الكريم. دار تعددت منازلها وتنوعت مساكنها، وقد شيدت لتكون مأوى للمغترب وابن السبيل. بعد الإفطار المريح في هذه الرحاب وفي الجامع المجاور، تؤدى التراويح وينتظم في صفوفها الجميع في وسط إحيائي تعددت فقراته وازداد الإقبال عليه. فيما يتعلق بالبرنامج هذا الجامع، نقوم بالتراويح وكذلك نقوم بتفسير القرآن والأحاديث. عندما انتهينا من الصلاة، هنا ورائي شيوخ يقومون به.